حياكم الله مجددا في أهلا. موضوع هذه الفقرة ليس موضوعا جديدا، ونوقش سواء في أهلا أو في مختلف البرامج ومواقع التواصل والإعلام والصحافة كثيرا، لكن هذا الموضوع يتجدد الحوار فيه دائما بتجدد الحاجة إلى معرفة الحلول التي يمكن أن تخفف منه أو تؤدي إلى نتيجة أفضل بخصوصه، ألا وهي معدلات الطلاق اليوم الموجودة في المجتمع. هل هذه المعدلات عالية إلى درجة تستدعي كل هذه الحوارات أم لا؟ هذا ما سنقرره بداية، ومن ثم ننطلق إلى كل الأسباب. ولذلك يسعدني أن تنضم إلي الآن عبر استديوهاتنا في جدة الأستاذة عبير باكدم، وهي استشارية نفسية وأسرية. أستاذة عبير، مساء الخير وشكرا لقبولك دعوة البرنامج. مساء النور وأهلا وسهلا بكم جميعا. أول شيء خلينا نقرر إجمالا، هل معدل حالات الطلاق اللي موجود اليوم في السعودية يعتبر أو يصنف بحكم أنك مختصة مرتفع ولا المتوسط العادي ولا قليل؟ لا مرتفع طبعا. حلو، مرتفع عن ما سبق. طيب حلو، طبعا مو أنه يصير فيه طلاق، حلو أنه نقرر في البداية وش وضعه. الآن تحدثنا كثير عن الأسباب وما زالت الحلول غائبة، خلينا نمر على الأسباب سريعا ونرجع للحلول بشكل أكثر في حلقة هذا المساء إذا سمحتي. وش أبرز أسباب هذا الارتفاع اليوم لدينا؟ من وجهة نظري أنا كمختصة، إيه؟ وبحكم أنه مر علي مشاكل زوجية مرة كثير، أرى أنه أهم الأسباب الحالية بالإضافة للأسباب السابقة كلها اللي كانت تكلموا فيها الناس كثير قبلي، أسباب حالية اللي هي اعتمادية أحد الزوجين على الآخر بشكل كامل في توفير سبل العيش، خاصة في الوقت الحالي هذا اللي احنا فيه، اللي نحتاج أنه احنا يكون في عندنا تكاتف ومشاركة بين الزوجين في مسؤولية الأسرة. كمان سبب رئيسي اللي هو المشاهير، ساهموا بشكل كبير جدا على فكرة في تفكيك المنازل، بتفكيك البيوت، في توتر العلاقة الزوجية. لما يجيك مشهور يصور لك مثلا طلعته ولا هي تصور طلعتها مع زوجها وكيف مبسوطين وكيف منسجمين، احنا كمختصين نعرف انه مو هذا الجانب الحقيقي لعلاقتهم، ولكن في ناس كثير ما تعرف ان هم يبينوا الجزء اللي هم يبينوه للناس، فبالتالي الطرف الثاني المستقبل او المشاهد لا يشعر بالنقص انه ليه حياتي مو زي حياه هذول الناس، ليه ما نطلع كثير، ليه ما نروح، ليه ما نجي. استاذه عبير والله اسمحي لي اوقفك عند هذه النقطه لانها مثيره. تفضل. انت اليوم تقولين بالنص ان المشاهير اللي في السوشيال ميديا تسببوا في ارتفاع معدلات الطلاق في السعوديه؟ طبعا. كيف يعني انت وقفتي على حالات تذكرينها لنا الان؟ طبعا. كيف؟ طبعا اشرحي لنا. طبعا عشان حفاظا على السريه، يعني الان تقريبا اذا ما كان الكل الا من رحم ربي، يعني ما الكل قاعده شواذ اكيد، ولكن احنا عندنا المشاهير دائما تسويقهم لايش، وخاصه النساء منهم، تسويقهم لملابس، لطلعات، لجاليري ذهب، اكسسوارز، سفراتهم. حتى الان لما بدا بعد الحجر او فتحوا السفر، شوف كميه التصوير ويعني الأذى النفسي اللي تسببوه للناس صراحة بالشيء اللي يسووه. أنا ماني ضد إنه الواحد يصور ويكون مثلا ينقل لنا الوجهة اللي هو فيها، إيش الأشياء الجيدة، إيش الأشياء السيئة، عشان إحنا كمان نتفاداها لما نزور البلد هذه. لكن اللي قاعد يصير هو شعور المتابعين بالنقص، وهذا شيء أنا تكلمت عنه قبل تقريبا أسبوع في سنابي، تكلمت عن موضوع أنه يعني قديش ساهموا المشاهير في زعزعة الثقة عند المشاهد، لأنه إذا هو ما يملك هذه الأشياء اللي هو بيعلن عنها وما يقدر يجيبها فيشعر بالنقص، أنه هو أقل من الناس. تعال أعطيك مثال بسيط، يعني لما أي مشهور أو مشهورة يسوي إعلان لمحل ما، ثلاجة قهوة ولا شاهي ولا، قد ايش الناس بيروحوا يتهافتوا عشان ياخذوا هذا المنتج. لازم يعني صار في نسبه كبيره جدا حياتهم كوبي بيست من الشيء اللي بيشوفوه، بغض النظر عن ان انا محتاجه هذا الشيء او ماني محتاجاه، صار لازم اجيبه لانه بيسوق بطريقه جدا رائعه. هم طيب. مسوقين رائعين المشاهير. اذا تسمحي لي، دمروا البيوت من جهه ثانيه. جميل، هذا الكلام عام استاذ عبير اذا تسمحي لي، ونسمعه دائما. احنا ما نبغى هذا الكلام العام، احنا نبغى تعطينا وقائع انت شاهده عليها. هل فعلا صارت حالات طلاق جوك انت واستشاروك بحكم تخصصك، وكان سببها
انهم شافوا سنابات المشاهير؟ انا خلال اسبوعين جاتني حالتين فقط، يعني تقريبا ايوه حالتين مؤخرا، حالتين في فترة الكورونا، تقريبا في فترة الحجر الكلي. ايه يمكن انا 6 أو 7 حالات انا بس بالنسبة لي جاتني، ان هم خلاص وصلوا لمرحلة الانفصال لاسباب اذا تحب احنا نتكلم فيها. حلو حلو، وش نتطرق ليها. وش قالوا لك؟ كيف المشاهير كانوا السبب في هذه الـ7 حالات؟ يعني الان احنا اوكي، لا مو الـ7 الحالات كلها مشاهير، لا منهم مشاهير بس في اسباب اخرى غير الاسباب التقليديه. إيه لا بس اذا تسمحي لي استاذ عبير، اذا تسمحي لي خلينا ناخذ هذا طبعا. المحور. انت الان النقطه أوكي. ايوه انت الان مختصه، وهذا الكلام بصراحه مهم جدا، يعني لازم نوضحه للناس. انت تقولين بحكم اختصاصك انه المشاهير ساهموا في ارتفاع نسب الطلاق الموجوده في السعوديه. جميل، اعطينا التفاصيل، كيف ساهموا؟ مو الكلام العام، تفاصيل الحالات أوكي. اللي بسببها صار الطلاق. شعور المرأة بالنقص، لأنه زوجها ما بيدلعها، ما بيدللها، ما بيوفي لها الأشياء اللي هي موجودة عند غيرها، أو هي اللي تعتقد أن هي موجودة عند غيرها بشكل طبيعي. كمان طلبها للرومانسية مثلا في الأماكن العامة، إحنا شعب محافظ إلى حد ما مهما انفتحنا، يعني في النهاية تحكمنا عادات وتقاليد وأشياء مرة كثير مهما وصلنا للانفتاح. فمثلا طلبها أنه هي تمسك يده كده في الأماكن العامة وتصور في السناب وتنزل لصاحباتها وتصور اللي مش عارفة، هذا بيسبب مضايقة مثلا لزوجها، فبالتالي يحدث خلافات. ليش انا مو اقل من الناس؟ الناس شوف، الناس مو هم اقل، انا ماني، ما هم احسن مني عفوا، اللي ليش انا ما اعيش زي الناس؟ ايش هم زايدين عني في، انا ناقصه عنهم في ايه؟ فيبدا كده في البدايه اشياء كده، مقارنات بسيطه بس هي توصل لخراب البيوت على فكره. والله العظيم انا نفسي بتابع مشاهير، بشوف من باب الفضول هم فين واصلين، هم ليش واصلين، يعني اشياء يمكن لو انا ما كنت واعيه وعندي كنترول كان يمكن اثرت علي بشكل او باخر على فكره. يعني طيب الناس اللي يجونك يستشيرونك بخصوص وصولهم الى حاله الانفصال بسبب المشاهير كثير؟ اللي يجونك انت شخصيا؟ مقارنه بالمفروض انه ما يكون في تاثير على هذا الاشخاص على الحياه الاسريه، انا ما اشوفه كثير، بس هو اقرب لانه يكون ظاهره، يعني بعد سنه ممكن حيكون ظاهره. وش تنصحينهم بالعادة؟ أول شيء إحنا لازم نعرف إنه إحنا بيننا كبشر فروق فردية، يعني ما ينفع إنه يصير عندي استنساخ من حالة لا قريب ولا بعيد لي. يعني أنا شخص متفرد، الله خلقني متفرد بفكري وبشخصيتي، لابد إني أنا أقود حياتي أو أمشي حياتي بالطريقة اللي تناسبني أنا حسب احتياجاتي، مو حسب احتياجات الآخر اللي أنا أشوفه، لأنه أكيد اللي تحتاجه عبير غير اللي تحتاجه سين أو صاد من الناس. فموضوع المقارنة هذه يعني لابد أن هي تخف بشكل كبير. الموضوع، النقطة الأهم من المقارنة نقطة التوقعات. التوقعات المسبقة من شريك الحياة أنه هو لازم يفهمني كذا قبل ما أتكلم، أنه هو لازم يسوي معي الشيء الفلاني قبل أنا ما أطلب. هذه ثقافة للأسف يعني لا أزالت عندنا تأخر فيها، أنه الرجل يبحث عن ما تهتم به المرأة حتى لو كانت المرأة هذه زوجته. قليل جدا اللي يهتموا بما تهتم به زوجاتهم، ولكن الأغلب المعتاد أنه هو بيهتم بالأشياء حقته وهي تهتم بأشيائها. لكن هي كون أنها تتوقع لما تتزوج أنه عندها واحد حيدللها ويهتم باهتماماتها ويراعيها، زي ما تشوف في السوشيال ميديا كمان، هذا كيف يجيب لها سيارة ويجيب لها وردة ويجيب لها طقم ألماس ويجيب لها، فهي تبدأ تحس أنه أو تعتقد أنه الحياة اللي هي مقبلة عليها جزء منها مثل اللي هي تشوفه في السوشيال ميديا، فترفع سقف التوقعات، وبالتالي هي تقيس، طبعا تقيس على هذا الشيء وتصاب بالخيبة، وهذا يعني اللي يخلي مثلا العلاقة الزوجية تفشل في بدايتها، من أول شهر شهرين تفشل العلاقة الزوجية، لأني أنا داخلة بسقف توقعات عالي جدا من هذا الشريك سواء الرجل أو المرأة، وأصاب بالخيبة أنه لا مو هذه الحياة اللي أنا متصورتها والحياة اللي هذه أنا أبغاها، فبالتالي تنسحب من البداية قبل كمان ما يكون في عندهم أطفال أو قبل مرحلة الإنجاب. طيب وما نقدر صراحة يا أستاذ مفرح أبدا ما نقدر نغفل عن دور المشاهير في زعزعة الحياة الزوجية والأسرية أبدا. طيب أنا ما أقدر أغفل عنها من طيب كثر ما أنا شايفة. طيب يعني علشان نقفل هذا المحور قبل ما أطلع الفاصل، الحل انه الرجل والمرأة المقبلين على الزواج او حتى المتزوجين ما يتابعوا حياة المشاهير، ولا انه
يتابعونهم بس يعني معلش يوسعوا أفقهم شوي ويكون عندهم إدراك أكبر، لأنه في المقابل أنت ما تقدر تمنع الآخرين أنهم يسووا أي شيء من يومياتهم. طبعا لا، احنا دائما ما نشتغل على الطرف الاخر، احنا لنا بنفسنا. احنا اول شيء لازم اعرف انه كل ما يقدم لي في السوشيال ميديا ما هو حقيقه، هذا لا يمثل الحقيقه باي صله. المشهور او حتى انا كمختصه بظهر لهم بافضل صوره. الوقت اللي ما لي خلق فيه اتكلم مع احد او ما ابغى اظهر، ما بسجل سناب، هذه حقيقه. فاللي هم بيشوفوه ما يعتبر الواقع اللي هم بيعيشوه هذول المشاهير. لابد اني انا افصل ما بين الحياه الواقعيه والحياه اللي هو بيتكسب منها. هو بيتكسب هذا رزقه، لازم يسوق لمنتج معين، لحياه معينه، لطريقه معينه، عشان ياخذ متابعين، عشان يكسب فضول، عشان متابعات، اشياء زي كذا. بس المفروض ان احنا يكون عندنا وعي، ما نقارن حياتنا بالاخرين، ونبدا احنا فعلا نبحث عن الاشياء اللي تسعدنا احنا كزوجين مع بعض. ايش الشيء اللي انا ابغاه من زوجتي انا اطلبه منها بشكل مباشر، ما احتاج اني انا اروح مثلا اقارنها باحد بشخص اخر عشان اقول هي لازم تصير زيه. وكمان الزوجه ما ينفع تقارن زوجها وحياتها بحياه المشاهير وحياه الناس اللي برا، لانه هي اكيد ما هي متزوجه المشاهير، هي متزوجه فلان او سين من الناس. فموضوع المقارنه هذا مع الوعي والايمان بفكره انه كل ما يعرض لنا في السوشيال ميديا غير حقيقي، هذا راح يخلي عندنا يعني نوع من الكنترول، خلينا نقول، او من حد التاثير بشكل او اخر. ولكن ليش ما نتابعهم؟ عادي، انا مع انه نتابع كل الناس، بالعكس احنا ممكن ترى حتى نستفيد من اخطائهم ومن الاشياء اللي هم بيسووها. واضح جدا دكتوره، استاذنك انه ناخذ فاصل ونرجع نكمل حوارنا معك. حياكم الله مجددا في هلا، الحديث مع الاستاذه عبير باكدم الاستشاريه النفسيه والاسريه التي تنضم الي من استديوهاتنا في جده عن معدل حالات الطلاق. استاذه عبير، خليني اقرا لك احصائيه من وزاره العدل، انه في عام 1440 كان عدد حالات الطلاق 67232، في عام 41 51856. طبعا قلت، لكن هذه الارقام أيضا نصنفها أنها مرتفعة جدا إذا ما قارناها بعدد المجتمع إجمالا. أتكلم عن 67 ألف في عام 40 و 51 ألف 41. هي ما تقارن بعدد السكان وبعدد أفراد المجتمع، هي تقارن بعدد صكوك أو عفوا عقود النكاح. عقود النكاح، جميل. طيب ايوه، هي تقارن بها كذا عشان نعرف قديش هي مرتفعه ولا منخفضه. هي نشوف كم عندنا حاله عقد نكاح وكم حاله عندنا سقط طلاق، فمن هنا نعرف هي في ارتفاع ولا في انخفاض. هي ما تقاس على طيب افراد المجتمع. يعني هل هنالك علاقه مباشره ما بين مهور الزواج وتكاليف الزواج وبين حالات الطلاق اللي ممكن تصير؟ هل هذا احد الاسباب اللي رصدتوها ولا لا؟ يعني تقصد انه ارتفاع تكاليف الزواج اللي يدخل فيها اي الزوج مثلا تكون سبب من اسباب الطلاق؟ يعني لو كانت موجوده ما حتكون بشكل كبير جدا، لانه هو مقدم على الخطوه هذه اختياريه، يعني ما هو مجبر. كان بامكانه يؤجل الزواج لما يعني يجهز اكثر، يكون نفسه اكثر ويقدم على الخطوه هذه. يعني قد حالات يمكن لا تذكر بسبب هذا الموضوع، ولكن لو احنا لو بنيجي ناخذ ارتفاع تكاليف الزواج ناخذه كسبب نسقطه على موضوع الطلاق، اللي نقول اللي هي ممكن الديون او الالتزامات الماديه اللي تكون على الزوج لفتره طويله. مو هذا المقصود، انه علشان هو يغطي التكاليف، هو عشان يغطي التكاليف ما بين المهر وتكاليف الزواج اجمالا يضطر انه يستدين او ياخذ اكثر من قرض، وبعدين هذا ينعكس على وضعهم المادي داخل الاسره. من هنا جاء السؤال، هل هذه من الاسباب هل هذه من الاسباب اللي رصدتوها ولا لا؟ انت تقللين علاقته بحاله الطلاق؟ لا انا اقلل، بس يعني قد يعني ممكن يكون في بعض الحالات، بس ما هو سبب رئيسي. طيب ما هو سبب رئيسي. ماذا عن الأعمار والزواج المبكر؟ هل هي من الأسباب اللي تؤدي إلى تقوية الأسرة والعلاقة مع الوقت ولا لا؟ واحد من أسباب الطلاق؟ لا، أنا ضد تماما الزواج المبكر. يعني لكن هل 25-26 سنة ما أعتقد أنه يعني المرأة تكون جاهزة، المرأة أن هي جاهزة للزواج. أكيد الرجل كمان يعني حيكون دوبه. يعني إحنا لو نجي نتكلم
معلش معلش استاذه عبير، في سن كم تعتقدين انها غير جاهزه؟ اقل من 25 سنه ما اعتقد ان هي تكون جاهزه. ليش؟ ولا هو بناء جاهز على ايش؟ يعني لو احنا نيجي نحسب بالنسبة للرجل بعد ما يخلص دراسته يكون عمره 23 سنة، هل سنتين كافية بأنه هو يجهز نفسه من الناحية النفسية والاجتماعية والمادية عشان يدخل حياة مستقرة؟ أنا ما أشوف أنه طبعا سنتين تكفي. كمان البنت لما تتزوج، يعني أنا مثلا يمكن صادفت في من عام 2020 21 ثلاثة حالات طلاق لبنات أقل من 21 سنة، عفوا أقل من 22 سنة في العقد العشرين، بس 21 و22 فتسببوا، يعني تطلقوا بسبب مثلا قلة نضج البنت هذه، يعني ما هي ناضجة كفاية، ما عندها تصور عن الحياة الزوجية كفاية، أحلام وردية وندخل ونطلع ونروح ونيجي وإحنا نحب بعض وإحنا، يعني الحياة الزوجية ما هي كذا أبدا، يعني هي حاجة أعمق وأكبر من كذا. طيب من وجهة نظر من وجهة نظرك وش السن المناسب؟ 25 سنة وما فوق للاثنين، للرجل والمرأة. الرجل كمان أكبر من كذا المفروض يكون، يعني لو إحنا نعطيه 5 سنين يجهز حاله بعد ما يتخرج من الجامعة عشان على الأقل يدخل إلى حد ما بأقل ديون ممكنة لهذه الحياة. في شيء مهم يعني أستاذ مفرح لازم نسلط عليه الضوء، يعني موضوع سن الزواج هذا، زمان كان الرجل لو وصل 21 سنة يعتبروه كبير، زمان يعني أيام أجدادنا ولا أمهاتنا كان يعتبروه كبير ما تزوج، والبنت 14 15 خلاص دي مرة كبيرة. بحكم وضع الحياة وقتها الحياة كانت جدا بسيطة، الآن الحياة معقدة، كثرت تسهيلات الحياة ولكن الحياة أصبحت معقدة أكثر. فما ينفع أنا مثلا كأم أزوج بنتي وأنا أعرف أنه بنتي ما بلغت النضج الكافي، النضج الانفعالي والنضج النفسي، إيش ذنب ولد الناس يبتلش فيها وهي معليش ما عندها نضج نفسي وانفعالي؟ إذا بنتي مثلا عندها أعراض نقص في الثقة كيف أروح أزوجها وأخليها تدخل في حياة وهي أصلا يعني أعرف أن الحياة هذه مصيرها أصلا انهيار، لأنه هي عندها مشكلة مع نفسها. نقطة مهمة كمان إحنا لازم نوصي فيها اليوم الأمهات والآباء، لا تكونوا يعني سبب انكم بس تتزوجوا بناتكم واولادكم هم اصلا غير ناضجين نفسيا وما هم مستعدين نفسيا. زواج عمره ما كان حل مشكله، زوجوه يعقل، زوجوها تنشغل بعيالها تجيب عيالها، اهم شيء تتزوج وتجيب عيال يشيلوها، هذه المفاهيم كلها خطا. يعني ياما امهات جابوا اولاد ما شاء الله بالعشره وبالاكثر وما حد شالهم، صح ولا لا؟ طيب ربي ما سخر لهم. نعم استاذ عبير، هو مقياس يعني. طيب في نقطة العمر هذه، هل القياس على العمر نفسه ولا على مستوى نضج الشخص فكريا ونفسيا ووعيا؟ لا طبعا على مستوى نضج الشخص، يعني ممكن نقابل بعض الحالات، بعض قليلة جدا، أعمار صغيرة نضج عالي، هذول قليلين جدا اللي نشأوا في بيئة سوية كانوا يعبروا عن رأيهم، كانوا بيختاروا حياتهم من البداية، يعني فهمت؟ الأشخاص اللي في بيئة سوية نشأوا هذول ممكن يكون عندهم نضج مبكر، ولكن طيب العامة لا. طيب كيف تردين كمستشارة اليوم على اللي ممكن يجي يقول لك أنه يا دكتورة لدينا سلسلة من الأجيال اللي قبلنا تزوجوا في أعمار مبكرة جدا وهم اليوم وأبنائهم ينعمون بحياة زوجية هادئة وآمنة ومستقرة، أنت كمستشارة كيف تردين على هذه الحالة الموجودة أمامك؟ أرد عليه بمقولة المأثورة اللي تقول لا تربوا أولادكم كما رباكم آباءكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم، الزمان بيتغير والاحتياجات تتغير ومتطلبات الحياة تتغير، كل شيء بيتغير. يعني أنا أتكلم عن نفسي، الحياة قبل 10 سنين وأنا الآن امرأة في العقد 40 من عمري، قبل 10 سنين الحياة ما كانت بهذا الشكل. طيب ما كانت معقدة بهذا الشكل، وكان ما كان في علينا حتى الالتزامات الحياتية بالشكل الكبير هذا. في ما ينفع الشيء اللي أنا أهلي رباني عليه، أو أنا تزوجت مثلا في عمر 24 سنة. إيه. بس أنا كنت ناضجة جدا في ذاك الوقت. قياسا بظروف حتكون بنضجي ولا لا؟ قياسا بظروف الزمن نفسه، المرحلة نفسها. طبعا. حلو. طبعا ف 24 سنة الآن مو بالضروري تكون ناضجة، لأنه احتياجاتها ما كانت مشبعة بشكل صحيح، فمو شرط تكون ناضجة. طيب دكتورة، أنت مر في كلامك مصطلح يعني مثير للتساؤل وعجبني، ودي أنا بس ناخذ تفاصيل منك حوله، كنت ترددين أكثر من مرة النضج النفسي، النضج النفسي. وش النضج النفسي؟ وش المرحلة اللي يوصل لها الشاب أو البنت وفيها تقول إنه هذا ناضج أو هذه ناضجة نفسياً؟ أول شيء الاستعداد للانتقال من بيت الأسرة إلى بيت شخص
بعض الأحيان يعني، وغالبا حيكون غريب عنها حتى لو كان قريب منها يعني قريب لها بالنسب، ولكن في النهاية هو شخص غريب يعني حتروح تعيش معاه. الاستعداد الكامل لتحمل المسؤولية وتغيرات الحياة، يعني ما تقيس حياتها عند أمها وأبوها مثلا عند أهلها على حياتها عند زوجها، ممكن تكون أفضل حياتها عند زوجها، مو بالضروري تكون أسوأ، بس ما ممنوع القياس هذا. ما تقيس زوجها بأبوها، أنه بابا كان يعمل لي كذا أو أبويا كان يسوي لي كذا وأخواني كانوا يسووا لي كذا، أنت ما تسوي لي كذا، أنت رايحة عند إنسان مختلف تماما عن أهلك. لابد أنك أنت تكوني مستوعبة بتتعاملي مع شخص، ما يعني مهما كان حتى بينكم علاقة حب ترى قبل الزواج، حتى لو كانوا يعرفوا بعض، الحياة لما يكونوا في منزل مشترك في منزل مستقل لوحدهم تختلف، حتبدأ تظهر جوانب الشخصية الخفية. نعم. كل واحد حب يعني يتعامل بطبيعته، ما عاد في تمثيل، ما عاد في مجاملة، لازم نتعامل بطبيعتنا. النضج النفسي كمان هو قدرتي أنا على تحمل مسؤولية اختياري لهذا الزواج. طبعا احنا عارفين الآن يعني نقدر نقول انه في مجتمعنا يمكن نسبة بسيطة جدا اللي بتجبر على الزواج من شخص معين، او الولد يجبر على الزواج من فتاة معينة، ولكن الخيار الحمد لله اصبح عند اغلب يعني افراد المجتمع الخيار شخصي، بان هي ترتبط بهذا الشخص او يرتبط بهذه الانسانة. فموضوع يعني تحمل المسؤولية وموافقتي للارتباط بهذا الشخص واني انا ما احمل اهلي المسؤولية، هذا جزء من النضج النفسي. نعم. طيب دكتورة، يمكن الكنترول يبلغوني ان الوقت تقريبا انتهى، بس عندي جزئيتين ودنا ناخذها باختصار. الجزئية الأولى، تفضل. من ضمن رصدك أيضا وتخصصك، هل تدخل الأهل، أهل الزوج أو الزوجة، واحد من أسباب الطلاق الرئيسة ولا لا؟ من أهم أسباب الطلاق تدخل الأهل، من أهمها، ما نقدر نغفل عنها من زمان إلى الآن، هذا سبب متمرحل معنا بمراحل العمر، سواء كانت الولد ضعيف شخصية يروح يقول كل شيء أمه، لو تتدخل في حياته، أو البنت كمان أحيانا تخلي أمها تتدخل في حياتها. لازم في شيء مهم يعرفوه المقبلين على الزواج، أنه أنت طالما داخل على حياة مع إنسان، وأنت داخل على حياة مع إنسان، لازم تبعدوا أهلكم عن مشاكلكم، عن خلافاتكم. دائما المشكلة إذا طلعت بين شخصين حتاخذ حيز اكبر وحتاخذ تاثير اكبر. يعني انا وزوجي ممكن نتخاصم، بعد يوم يومين نرجع نتصالح عشان بيننا اولاد، عشان بيننا حياه حلوه، عشان بيننا اشياء مره كثير، لكن لما نوصل الموضوع للاهل حتقعد في نفسه، ولدهم يوجعهم وبنتهم توجعهم، ما راح ينسوا بسهوله. فالافضل عدم تدخل الاهل في حل مشاكل الزوجيه، الا في حال لو وصل الموضوع تازم ووصل لموضوع مثلا لطلاق وكذا، هنا لابد انه احنا حتى نعمل بالايه الكريمه إنه حكم من أهله وحكم من أهلها. تفضل. طيب دكتورة، ختاما إحنا ذكرنا الأسباب وتعمقنا فيها والاحتمالات وكل شيء، خلينا عشان نتكامل في هذه الحلقة نختم بالحلول. ستقل لدينا حالات الطلاق إذا 1 2 3، تفضلي. لابد أنك أنت تكون على قدر كافي من الثقة بالنفس والاستقلال بالشخصية عشان تقدر تنجح في حياتك الزوجية. البعد عن مقارنة حياتك بحياة أي شخص، سواء كان قريب بعيد مشهور غير مشهور، المقارنة هذه قاتلة أصلا. كمان لا تدخل الحياة هذه أنت بتوقعات معينة، لا سيئة ولا جيدة، ادخل الحياة هذه واسمح نفسك أنت بخوض التجربة هذه والتعلم منها، لأنه الدخول بتوقعات سيئة رح تخليك تنتظر التوقعات هذه تحدث، يمكن تبحث عنها أصلا. وكمان الدخول على الحياة الزوجية بتوقعات عالية حتخليك تصيب بخيبة أمل وتحس أنه مو هذا الشخص أو مو هذا الطرف المناسب اللي أنا لازم أكمل معه حياتي. إذا خلينا نقول التوازن في التوقعات أو التوقعات المتوازنة. اللا توقعات، ما نبغى توقعات، نبغى هم اللا توقعات. طبعا أيوة، لا أتوقع شيء أبدا. طيب عشان ما أصاب بالخيبة. طيب الثقة، عدم التوقع، تضيفي شيء قبل ما نختم؟ وعدم مقارنة حياتنا بحياة الآخرين، والسعي دائما إلى حل الأمور بشكل صحيح بعيد عن الشخصنة. كمان لازم نبتعد عن الشخصنة في الحياة الزوجية يعني. أوكي، واضح. أستاذ عبير، شكرا لك ولحضورك معنا في أهلا، شكرا جزيلا. الله يكرمك، شكرا لكم جميعا، أهلا وسهلا. شكرا. أنا أشكر الأستاذ عبير بكدم، وألخص لكم الحلول اللي تقولها من وجهة نظرها. ترى أن الثقة تقول هي لا تدخل بتوقعات، لا توقعات سيئة ممكن تؤثر عليك، ولا توقعات أعلى ممكن تكسبك الخيبة، وأيضا لا تدخلوا أنفسكم في مقارنات مع أحد. نرجو للجميع حياة زوجية هانئة بعيدا عن الانفصال والفراق
والطلاق حتى وإن كان حلا في بعض الأحيان، إلا أنه في النهاية نرجو أن تسير دائما الحياة الزوجية بشكل أنيق وهادئ وسعيد للجميع. بعد هذا الفاصل ألقاكم في آخر موضوعات يا أهلا.